معي عبر الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم، محرر شؤون مجلس الوزراء بيروز اليوسف. بداية أستاذ حسن، يعني تصريحات هامة لرئيس مجلس الوزراء حول السياسات الاقتصادية للدولة توقع خلالها أن يتجاوز النمو 6% في العام المالي الجاري. طبعا هذا رقم كبير يكون من أعلى معدلات النمو في العالم. إلى أي مدى ترى أن ذلك يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم جائحة كورونا التي هزت العالم؟ بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، يعني هناك عدد كبير من الملفات التي تناولها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بعد الاجتماع الاسبوعي للحكومه بالمقر الحكومي اللي هي بالعاصمه الاداريه الجديده. لو تناولنا من ضمن هذه الملفات هو ملف الاصلاح الاقتصادي وملف تعافي يعني من هذه الازمه. وبالفعل الدوله المصريه يعني نجحت نجاح كبير، يعني وكل المؤسسات الدوليه بتشيد بما حققته الدولة المصرية من نجاحات في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هو كان له مردود كبير خلال هذه الأزمة، يعني وهي أزمة يعني كورونا. رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي ولكن الحمد لله هناك سياسات ناجحة للحكومة المصرية والدولة المصرية بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي كان له أثر إيجابي حتى بالنسبة لمعدلات البطالة، انخفضت طبعا عما كانت في السابق. احنا عارفين معدلات البطالة كانت في السابق 13 و14% حتى بالنسبة لموضوع التضخم. يمكن موضوع التضخم ده هو تضخم عالمي ليس في يعني مصر فقط، ولكن يمكن حوالي 35% من يعني تأثير التضخم على مصر بيأتي من الخارج نتيجة يعني السلع اللي هو بيتم استيرادها. ولذلك الحمد لله هناك يعني مخزون استراتيجي من السلع حتى بالنسبة للقمح، ومع أزمة يعني روسيا وأوكرانيا لدينا مخزون استراتيجي من القمح بيكفي طبعا مع الـ يعني المحلي حتى نهاية هذا العام. الدولة المصرية حريصة كل الحرص على وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع، رغم يعني وجود هناك يعني زيادة في الأسعار، ولكن الحمد لله لم تكن هناك سلع ناقصة أو لم تكن يعني في يعني عدم وجود هذه السلع. كل السلع موجودة لدى المواطن المصري يستطيع أن هو يشتري في أي وقت. ولكن يمكن هناك ملف آخر هو كان يمكن الواحد حابب أنه يلقي الضوء عليه، هو ملف التعدي على الأراضي الزراعية. هذه الظاهرة آن الأوان أن هي تختفي بالفعل لدى المواطن المصري، لأنه هو زي ما قال رئيس مجلس الوزراء هذا الملف هو أمن قومي. ولذلك الدولة المصرية أو الحكومة المصرية متمثلة في وزارة العدل خلال الفترة الوجيزة المقبلة سيكون هناك إعداد مشروع قانون بيجرم هذه التعديات على الأراضي الزراعية، وتكون هذه الجريمة مخلة بالشرف، بالإضافة طبعا مصادرة المبنى وكذلك معاقبة المقاول وكذلك حرمان من يتعدى على الأراضي الزراعية من عملية الدعم، سواء كدعم بالنسبة للخبز أو التموين أو السلع أو الأسمدة. صحيح، أشكرك جزيلا الأستاذ حسن أبو خزيم، محرر شؤون مجلس الوزراء.